معنا على التليفون محمود نوفل، أمين صندوق نقابة الصيادين ببورسعيد. احكي لنا الأول، الفكرة جت منين؟ حصل إيه؟ إيه الموضوع؟ إيه اللي بيحصل في بورسعيد؟ ممكن بس نوطي تلفزيون وحضرتك تسمعني من التليفون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه استاذه انجي، يا ريت بس حضرتك توطي تلفزيون وتسمعني من التليفون. حاضر تمام. اولا يا استاذه انجي، انا مع طبعا اهل بورسعيد في المقاطعه بالنسبه للغلاء. الغلاء احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا فعلا، بس هي للاسف مفهومه غلط. ازاي؟ الناس زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي، الشعب بورسعيد ممكن يمد ايده من على الشط يجيب ايه؟ يجيب سمك. صح. طبعا ده مش معقول. ده الوقت دي في مراكب بتطلع طبعا بتموم جاز، بتاخد تلج، بتاخد اكل، بتاخد شرب، بتاخد نعم. زيت. المشكله الاساسيه في غلاء السمك ايه؟ اولا غلاء السولر. السولر كان البرميل 200 رجل كان ب 220، دلوقتي برميل ب 2000 جنيه. اقل مركب بياخد برميلين ب 4000 جنيه في الليله الواحده. فطبعا السمك غلى عن طريق غلاء الجاز. وفي حاجه تانية، الوقت الصياد ده ارزاقي، بيطلع يتوكل على الله، هو يا يجيب سمك يا بصراحة يمد. بصراحة السبب في غلاء السمك غير السولر والجاز والكلام ده، خليه بقى على جنب معلش شوية، الجاز والمزارع، الصياد ولا التاجر؟ الجاز والمزارع السمكية. المزارع السمكية تتحكم في تطليع السمك، مش هيطلع. هو فعلا هو برضو الجاز غالي عليه، والعلف ده حاجة أكيدة، حاجة كلها غلط، الجاز والعلف. وبالنسبة للصياد الجاز بس، الصياد أول ما يجيب سمك جات قليل، جات كتير، لازم يبيع، ما يقدرش يزود. نعم. ده عرض وطلب، السمك عرض وطلب. لكن يختلف عن المزارع. سمك المزارع لو السوق حلو والسمك غالي هيطلع، السوق السمك رخيص مش هيطلع، اصبح ان هو كده بيرفع الاسعار. لكن الصياد هيسرح يتوكل على الله يروح البحر، هي مثلا هيجيب سمك قليل هيتباع معاه غالي، هيجيب سمك كتير بيتباع معاه قليل، عرض وطلب، ما يقدرش يتحكم في الاسعار. لكن هو الجاز والغلاء هو ده اللي بيتحكم في الاسعار. طب قولي اسعار السمك بانواعها، يعني اللي هي الشعبيه اللي احنا كلنا يعني كمصريين بنحب ناكلها، كانت كام قبل المقاطعه وبعد المقاطعه بقت بكام؟ لا هو بعد المقاطعة ما فيش بيع ولا شراء. خلاص. لا بس السمك نزل، محطوط عليها، ما انا شفت الصور محطوط عليها اسعار. محطوط عليها، لا نزلت كتير. كام بقى؟ يعني كان الطبار بتاع المزارع ب 130، انا النهارده شايفه ب 70، شايفه ب 80، شايفه ب 90. بس الشعب هيقاطع العمر كله؟ مستحيل. هيقاطع ايه؟ فانتم اسبوع، اسبوع. معتمدين على كده ان هم مش هيقدروا مش كده، مش يستغنوا على كده، هو السمك العمر كله، فشوية شوية هنحط الاسعار اللي احنا عايزينها بعد كده. لا 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 مش كده، المفهوم غلط، المفهوم يا استاذ انجي غلط. طب المفهوم حضرتك الاصلي، اشرح لي يعني، علشان بص يعني ايه بيقولوا ايه، يعني اكسب وخلي للناس برضو سعر عادل، يعني ما بنقولش ان الصياد ما بيكسبش، لازم تكسب، ما انت بتطلع وبتتعب وبتدفع وكل الكلام ده تمام، كمان التاجر من حقه انه يكسب، بس يبقى انت كسبت وهم برضو خدوا السلعة بسعر عادل، تمام يا استاذ انجي، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني يبقوا الطرفين مبسوطين. هل نقدر نوصل للمعادلة البسيطة دي؟ لا هو دلوقتي رقم واحد الصياد ما يقدرش يتحكم، عشان ما نكونش الصياد. الصياد بيجيب سمك، السمك اللي بيجيبه بيوديه السوق، بيتعمل عليه مزاد، زي ما هيجيب هيبيعه رخيص غالي، ما ينفعش يعترض، عمره ما يعترض على البيع، لازم يبيع سمكه. هيعمل فيه ايه؟ مش هيقدر يعمل فيه حاجه. بالنسبه للمزارع، المزارع لو السمك غالي بيطلع يبيع من ارضه، ما هوش غالي بيسيبه في الميه عنده. بس في نفس الوقت كل ما يسيبه يغلى اكتر، عشان هو برضك بيصرف علف اكتر، العلف غالي، وبرضك هو بيستهلك جاز. تمام. ايه الحل؟ الحل عشان نجيب من الاخر الجاز، السولر هو رقم واحد. لكن المقاطعه دلوقتي، طب المزارع وقفت مثل شغل، طيب في مراكب سرحة دلوقتي عندنا مثلا في بورسعيد وفي اسكندريه وفي دمياط، في البحر الابيض عامه، يعني
دي سابحه بقى لها اسبوع واثنين وجايبه سمك، احنا في موسم الجمبري دلوقتي. جايبه جمبري داخله بسمك بجمبري، طبعا ما كانوش يعرفوا موضوع المقاطعه. غصب عنه هيودي السمك السوق عشان يبيعه، طب السمك مش هيتباع. هيتخزن. طب لما يتخزن ممكن يتخزن 10 لحد 10 شهور. طب ما بعد كده هيتباع عبء على المواطن، هيتباع اغلى. عشان هو ما بيتخزنش ببلاش. فانا مع الشعب ومتضامن مع الشعب وكل حاجه، وانا برضك متضرر زيهم برضك كمان. بس هو المشكله عندنا الجاز، الجاز بيرتفع، السولر لازم سعر السمك يرتفع لوحده. تمام، اشكرك استاذ محمود نوفل امين صندوق نقابه الصيادين في بورسعيد.